السيد الرئيس، IDO جنبا إلى جنب مع المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان ومنظمة أروى العربية لمراقبة الحقوق، تود لفت انتباهكم إلى التدهور السريع للأوضاع في اليمن والذي يتعلق بالانتهاكات السياسية والاقتصادية والإنسانية والثقافية. فالأزمة الحالية في اليمن هي في الأساس نتيجة لعاملين: الأول، فشل الحكومات المتعاقبة لتلبية التطلعات المشروعة للشعب اليمني والذي يسعى لتمثيل حكومة تصون التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفر الأمن والاستقرار. 2، التدخل العسكري السعودي الذي فاقم الوضع وأعاق الحق السياسي في تقرير المصير والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية، ووفقا لنظرة الاحتياجات الإنسانية لعام 2016 بأن أكثر من 21 مليون شخص في حاجة للمساعدات الإنسانية، ومع ذلك يتم تطبيق حصار خانق على الشعب اليمني تحت ظل قرار 2216 الذي يقر بحظر أسلحة على 5 أشخاص، ولكن يتم استخدامه لتجويع الشعب اليمني بأكمله وخنق اقتصاده. ومثال لذلك تسجيلات صوتية من هيئة ميناء الحديدة والغارات الجوية التي تلتها تبين سوء استخدام القرار. ووفقا للمركز القانوني للحقوق والتنمية، فإن التحالف السعودي يستخدم الغارات الجوية يوميا على مدار 11 شهرا، مما أسفر عن مقتل أكثر من 9000 مدني وجرح أكثر من 15000 آخرين. فقد دمرت الضربات الجوية البنية التحتية المتعلقة بالاقتصاد اليمني، وقد دمرت بشكل كلي 10 موانئ بحرية و14 مطار، مما يجعل من الصعب جدا الحصول على مساعدات إنسانية. بل وأن التحالف حتى لم يتجنب المدارس أو المستشفيات، فحتى التراث الثقافي للشعب اليمني قد تم استهدافه من قبل التحالف والقاعدة، بما في ذلك مواقع التراث العالمي لليونسكو مثل مدينة صنعاء القديمة، زبيد، شبام، ومواقع تراثية رائعة أخرى التي تستهدفها الغارات الجوية وتشمل مدينة صعدة القديمة، سد مارب، سرواح، مراقش وكوكبان.